أخبارنا متواصلة مشاهدينا في كل مكان. البداية بالعناوين. علي بن فليس يودع ملف ترشحه بالمجلس الدستوري بحضور أنصاره، ومراد مدلسي يؤكد على ضمان تطبيق القوانين. انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ونظيره سلوفيني الودية وسط إقبال محتشم للأنصار. أودع إذن صبيحة اليوم المترشح الحر لرئاسية 17 أفريل القادم علي بن فليس ملف ترشحه رسميا لدى هيئة مراد مدلسي. بن فليس الذي تبنى خطابا ناريا صرح خلال استقباله من طرف رئيس المجلس الدستوري أنه لن يسكت هذه المرة عن حقه في استحقاقات أفريل المقبل. أنا ماذا بيا عندي كلمة نقولها للسيد رئيس المجلس الدستوري، ماذا بيا عندي كلمة نقولها للسيد رئيس المجلس الدستوري على أعين الملا باش يسمح الشعب الجزائري قاطبة، ومن يكتم الشهادة فهو آثم. Je ne peux pas être un petit roi. كان تصرفات راهي واقعه هاليام سيدي الرئيس، العديد من البلديات، السجلات تاع البلديات سخرت لكتابة مطبوعات لي زامبريمي دو سوسكريبسيون دو سوتيان كانديدا. الإدارة فوعت بدات تعمر المطبوعات هذيا. البارح في المداومة نتاعي جاوني ثلاث أولياء تلاميذ يشكيو يبكيو، قالوا لي التلاميذ في باب الزوار جابوا الأولاد الصغار تاع البريمير المطبوعات، قالوا لهم عمروهم، راهو مدير المدرسة قال لكم عمروهم. جاوني كذلك أحبة وأصدقاء من تلفازة وقالوا لي راهم يعمروا في المطبوعات في الإدارة داخل المؤسسات العمومية. الكلام هذا أنا على بالي رئيس المجلس الدستوري عنده الأدوات وعنده الوسائل باش يسجلوا. دركا قدام الإعلام العمومي وقدام الإعلام الخاص، سواء أكان سمعيا بصريا أو مكتوبا، وحذر الشعب الجزائري وأضعه أمام مسؤولياته. نحن في هذا البيت، بيت تاع الدولة، المجلس الدستوري هو الرقيب والحسيب على العملية الانتخابية، لازم يكون عدل ومساواة بين المترشحين. وفي رده على علي بن فليس أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن كل المترشحين سواسية أمام القانون. مترشح ونحترم الرجل والمترشح والقانون، ومدام هذه الكلمة خرجتنا من النظام العام اللي هو مطبق على كل المترشحين، لابد أن أطمن من خلالكم أن المجلس الدستوري سيدي سيطبق القانون حرفيا. شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا للسيد رئيس المجلس الدستوري، بارك الله فيك. شكرا. المرشح الحر إذن علي بن فليس الذي كان مصحوبا بالعشرات من المؤيدين الذين تنقلوا معه إلى المجلس الدستوري، حيث صنعوا أجواء خاصة أمام مقر هيئة مراد مدلسي. وقد ردد أنصار علي بن فليس شعارات منددة بما أسموه بمحاولات بعض الأطراف السطو على أصواتهم. بإيداعه ملف ترشحه لدى هيئة مراد مدلسي، يكون رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس قد وقع مشاركته للمرة الثانية في أكبر استحقاق انتخابي بالجزائر. رغم أنه لم يوفق عام 2004، إلا أنه مصمم هذه المرة
على قلب المعادلة. محمد بومج وقراءة في أبرز محطات الرجل. بإيداعه ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، يكون علي بنفليس رئيس الحكومة الأسبق قد وقع مشاركته الثانية في الانتخابات الرئاسية. بنفليس صاحب 70 عاما، حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق، بدأ مشواره المهني كقاض بمحكمة البليدة عام 1968، ومع نهاية هذا العام أصبح قاضيا منتدبا بالإدارة المركزية إلى غاية نهاية العام 1969، ليتقلد بعدها منصب وكيل الجمهورية بمسقط رأسه إلى نهاية العام 1971. كما مارس بنفليس مهنة المحاماة من عام 1980 إلى 1983. علي بنفليس تقلد منصب وزير العدل عام 1988. بنفليس احتفظ بمنصبه خلال حكومات قاسم رباح، مولود حمروش وسيد أحمد غزالي. انتخب في ديسمبر من عام 1989 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للأفلان، وتقلد علي بنفليس منصب رئيس الحكومة من 23 ديسمبر 1999 إلى غاية 27 أوت من عام 2000، ثم عين مجددا في هذا المنصب في جوان 2002، وأنهيت مهامه ماي 2003. ترأس حزب جبهة التحرير الوطني في 20 سبتمبر 2001. علي بنفليس خاض غمار رئاسيات 2004 كمرشح حر، وحل ثانيا بحصوله على نسبة 6.42% من أصوات الناخبين الجزائريين. أعلن يوم 19 جانفي 2014 رسميا عن دخوله معترك الرئاسيات. وفي 4 من مارس 2014 بنفليس يضع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. سياسيا دائما وفي معرض رده على بعض الأطراف التي طعنت في ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، شدد الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح على أن من يعارض ترشح بوتفليقة عليه بالمواجهة بالبرامج ودخول معترك رئاسيات بدل توجيه اتهامات مجانية، على حد تعبير الرجل الأول بالتجمع الوطني الديمقراطي. هشام شريف رصد التصريح التالي. نقول لقد دقت ساعة الحقيقة، ولم يبقى أمام من كان يعارض الترشح إلى البحث عن أسباب أخرى، لأنه لم يعد لهم خيار آخر سوى مواجهة السيد عبد العزيز بوتفليقة في الساحة وترك البرامج تتنافس ما بينها وإعطاء الكلمة الأخيرة للشعب السيد ليختار القاضي الأول للبلاد. من جهته أكد بالقاسم ساحلي في تعليقه على ظهور المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة أمس أن ذلك جاء ليسقط كل الحجج الواهية التي كانت تتحجج بها المعارضة حسبه. حسام زواوي رصد التالي. هو ظهور رئيس الجمهورية وحرصه على تسليم وإيداع ملفه شخصيا هو جاء لكي يسقط كل الحجج الواهية التي كانت تتحجج بها المعارضة من أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه. يعني رئيس الجمهورية استقبل العديد من المسؤولين تاع الدولة، استقبل العديد من الزوار تاعنا الأجانب، رئيس الجمهورية أشرف على مجلسين الوزراء ويمارس مهامه بكل طبيعة، بكل يعني وضع طبيعي، والأمس أعطانا دليل آخر على أنه قادر على أداء مهامه. وأنا أقول لك بأنه سيفاجئ الجزائريين كذلك في حملته الانتخابية التي سينشطها هو شخصيا بالإضافة إلى جميع الأحزاب السياسية المساندة له. إلى شأن آخر، حيث أكدت رئيسة لجنة المرأة بالمجلس الوطني للأسرة والمرأة وعضو بالمجموعة الإقليمية للأمم المتحدة شايعة جعفري أن المرأة الجزائرية بمقدورها أن تكون على هرم أعلى المناصب السياسية بالجزائر. تفاصيل أكثر مع سمية سماش. المرأة المسلمة كانت متواجدة عبر التاريخ منذ 14 قرن. بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصفوف الأولى كانت المرأة موجودة، ومبايعة الرسول وتواجد المرأة في الصفوف الأولى أنا نسميه نضال سياسي. إذن موش صعيب على الجزائرية أن تكون سياسية محنكة وأن تسير وأن تقود، وما كان حتى شيء منحها وما كان حتى يعني مكبح يقدر يعرقل نضال المرأة الجزائرية.
أما بخصوص مناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصادف لـ8 مارس من كل سنة، أفادت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي خديجة العجال أن ما يهم المرأة الجزائرية حاليا هو إثبات مكانتها في المجتمع. عيد المرأة هي ثاني لما تقوم بالتنشئة، تقوم بتربية يعني النشأ، هذا هو عيد المرأة. لما تقوم تكون في سوق العمل وتنتج، تنتج سواء كان يعني برودكسيون ماتيريال ولا اي ماتيريال. انا ها عندي عيد المراه ماشي غير في يوم 8 مارس برك، لازم كل 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 يوم. الى شان محلي، فتعرف المحمديه بولايه معسكر بمدينه الحمضيات كونها تنتج مختلف انواع البرتقال من اراضيها الزراعيه التي تغطي الاف الهكتارات، الا ان هذا الانتاج سرعان ما تراجع بسبب نقص مياه السقي. تقرير انيس من حاله. تشتهر منطقة المحمدية بمعسكر منذ القدم بزراعة الحمضيات، فضاؤها الفلاحي الواسع جعلها قطبا فلاحيا بامتياز، إلا أن إنتاج الحمضيات انخفض بأكثر من 60% حيث لم يتجاوز 460,000 قنطار. هذه المحمدية احتل سنة 90 كان فيها 17 ستاسيون دومبالاج، وفي وقت ما كانت تصدر كانوا يعيطوا لها الاوروبيين لو غروني دو لوروب. لازم منا اعانه، لازم منا الدعم تاع بنوك، لازم يعني السلطات تاخذ بيد هذ المستثمرين. نسبه من الاراضي الفلاحيه اصبحت بورا ولم تعد صالحه للفلاحه بسبب نقص المياه وغياب التشجير في احواض السدود، اضافه الى ان محيط هبرا خلال التسعينات لم ينل اي حصه للسقي بعد توحل السدود، حيث يضطر العشرات من الفلاحين غرس أشجار الزيتون بدل الحوامض كونها لا تحتاج إلى كميات المياه. جي خدمونا البراج، الفلاح راه يغرس أكثر السنة كما السنة أكثر من 5000 شجرة صغيرة غرسوها، أكثر براج فرقوق يلقى يخدمونا البراج فرقوق، الماء يروح في البحر في الواد وما بغاوش يطلعوه للسواقي، المدير تاع لونيد ما بغاش يطلع للسواقي والفلاحة مخصوصين بس يسقوا شجر صغيرة. هو حال قطب معسكر الفلاحي، قطب ينتظر التفاتة وزارة الفلاحة لإنقاذ ما بقي من الحوامض وتحقيق نهضة للسوق المحلية من هذه الفاكهة. أخيرا، وفي الرياضة، عرفت عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني ونظيره السلوفيني التي انطلقت صبيحة اليوم على الساعة 8 إقبالا محتشما من قبل أنصار الخضر. ولم تعرف العملية أي تجاوزات تذكر، وسارت في ظروف جيدة إلى غاية ظهر اليوم. هذا وتقرر على هامش الاجتماع الذي عقدته إدارة الملعب طرح 22,000 تذكرة خاصة بالمدرجات المكشوفة بسعر 300 دينار، فيما تم تخصيص المدرجات المغطاة لأصحاب الدعوات فقط. إسلام مشتي وعد بالتالي. مصباح شوية كان توافل شوية تاع متفرجين، وقرنا لحقين 1200 تذكرة اللي تباعت، وما زالت العملية متواصلة، ولاحظنا راه شوية الجمهور راه يتوافد شوية على ليكيشي مقارنة بالصباح بفترة الصباحية. اليوم احنا ما نغلقوش غير وين خلاص كامل التوافد تاع الجمهور ولا النفاذ تاع ليبيي هكا، سينو ولا كانوا باقيين ليبيي وكان الجمهور مازال ما شراش نعاودوا نفتحوا الصباح ان شاء الله. ما كاش اقبال خاطش ما كاش كيما نقول لك انا نافسوا منتخب ماهوش كبير، لو نافسنا منتخب مثل البرازيل ام فرنسا ام منتخب كبير راح تشوف اعداد متكاثره من الانصار. معليش مو شغل المنتخب على حسابنا، معليش شغل احنا رانا دايرين كونفيونس في هذه الاتحاديه. الحمد لله يا ربي اليوم صبنا الحاله بيان، والامن قايم بالخدمه نتاعو، لا التذكره ها هي، وان شاء الله تكون مباراه شابو. ماتش اميكا 30,000، انت واش حبيت انت يا خونا؟ نورمالمون ما كانش تيكي، هذه ليكيب ناسيونال نشوفوا ليكيب ناسيونال باطل تاعنا، كي يكون كاين ماتش اوفيسيال هكذا نجو نشرو تيكي ب 300,000 نشروه نورمال. هذا ماشي زعما ماتش اوفيسيال ولا، وليكيب دو سلوفينيا كيما يقول لك ماهيش خالي في كوب دي موند، دونك كون كانت زعما ايكيب بويسونت كيما البرتغال الاسبان ولا جي الغاشي كاع يجوا. صح باش تشوف نيفو تاع ليكيب ناسيونال ولا لاحق، مي كيما دوكا ماتش سلوفينيا ماشي ماتش بزاف فور، شغل نورمال كاين اللي يتفرج في الدار، لا ماجوريتي قاعد يتفرجوا في الدار، وتاع هنا جوغر تاع هنا شغل تاع بليده برك ماشي جوغر بزاف ولا. ونورمال موتيكي اليوم مجانا، هذه هي مجانا، لاخاطش ماتش اميكان ماهوش اوفيسيال.
المزيد من الأخبار بعد لحظات.